منير شفيق، وده الراجل ده يا جماعه، الراجل ده فخر للوطن العربي. انا ما اعرفش، لا هو بص انا اعرف الراجل ده يا اخوانا، منير شفيق ده الوطن العربي لم ي... بص الوطن العربي قدر سمية الخشاب، الوطن العربي قدر وفاء عامر وعفاف شعيب، اي والله، لكن ما قدرش راجل زي ده. ليه؟ لان الوطن العربي ده ضحل. الراجل ده يا جماعه مجموعه من الكتب رائعه. فانا عايز اقول له يا استاذ منير، انا واحد من معجبينك، وبصراحه بحسد العالم العربي انه في مفكر زيك. منير شفيق بيقول قضيه خاشقجي الى اين؟ يبدو ان لا افلات له الا من خلال الانقلاب الى العالم المقابل. ده بيتكلم على بن سلمان، ملوش فلته، مش ملوش مخرج من القصه دي الا انه ينقلب الى العالم المقابل، اللي هي ايه بقى؟ العالم المقابل روسيا والصين وحتى تركيا وايران، وهو العالم الذي تعاطى ساسته مع القضية أصلا ومن أساسها تعاطيا مختلفا نوعيا عن تعاطي أمريكا والغرب معها، ساسة وإعلاما وتدخلا. فمن جاءت محمد بن سلمان الوحيدة إن أراد أن ينجو هو بإحداث هذا الانقلاب. وثمت إشارات أولية من روسيا والصين وتركيا على انتظار هذا الحدث، الحدث البعيد من أي تصور أو توقع بسبب طبيعة النظام السعودي الراهن وعلاقته بأمريكا، ولا سيما محمد بن سلمان نفسه. إنه القرار الصعب، إما القبول بالتنحي والله أعلم بالمصير بعده، وإما الذهاب إلى الانقلاب الصعب عليه بالقدر نفسه وأكثر. والتجربة مع الحكام عادة هي الخيار الثاني ما دام ممكنا وقائما، وليس التنحي الذي يعني النهاية. يعني الأستاذ منير شفيق شايف إنه إذا أراد محمد بن سلمان، إذا فضل في السلطة يعني وفضل عايز يقعد، إذا عايز ينجى من القصة دي يروح للمعسكر الثاني اللي هو معسكر روسيا والصين ويتعامل معاهم بقى. وهو معلش نجيبها تاني، بس بيقول إنه هو ما قداموش غير الخيارين دول، خاصة إن الروس والصين تعاملوا مع القضية دي تعامل مختلف خالص عن أوروبا وأمريكا، فربما يكونوا ألطف عليه من أوروبا وأمريكا. لكن هو بيقول حاجة، بيقول إن طبيعة النظام السعودي مختلفة، يعني مختلفة عن القصة دي. أنتوا عارفين النظام السعودي ده أنشأه النظام البريطانيا، أنشأه بريطانيا، هي اللي أنشأت النظام السعودي. ثم لما خرجت بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية تولت أو ورثت أمريكا الإمبراطورية البريطانية، فالأمريكان هم اللي تولوا رعاية النظام السعودي. فالنظام السعودي هو ابن مهجن من داخل أو من رحم الإمبراطورية البريطانية والأمريكية، فإزاي هيتقلب يروح روسيا والصين؟ ما علينا. لكن هو بيقول إيه؟ بشكل عام الحكام العرب بيبقى قدامهم حل من اتنين، إما التنحي أو إنه يروح الناحية التانية زي عبد الناصر كده لما راح ناحية روسيا والصين. وهو بيقول إن الحكام العرب دائما بيختاروا الخيار التاني اللي هو إيه بقى؟ إنك تروح روسيا والصين، وده اللي عمله عبد الناصر لما على طول قلب على الأمريكان.